أنا مستني هذه الحفلة عمي، حفلة إشاعات Resident Evil 9. من بعد ما نزلت Resident Evil 4 ريميك أنا قاعد بستنى، وشكله في حدا ولع الفتيلة ورا إشاعات Resident Evil 9. طبعا هذه الإشاعات بدنا نمر عليها مرور الكرام كالعادة، وأنا حابب أشارككم إياها فقط من باب الترفيه. هلأ إذا في فايدة واحدة لهذه الإشاعات هي إنه بتخلي اسم Resident Evil متداول ومطروح على السوشيال ميديا أغلب فترات السنة، وهذا إشي من مصلحتنا إحنا كفانز. لا تنسوا اللايك، let's go. أول إشاعة بقولك إنه Resident Evil 9 سوف تحمل عنوان Apocalypse، نهاية العالم. أنا العنوان ما استهواني كتير، وأعتقد أني حكيت هذا الموضوع قبل، لأنه كلمة Apocalypse مستهلكة. وأيضا الجزء الثاني من سلسلة أفلام اللايف أكشن تبعت Resident Evil اسمه Apocalypse، فنوعا ما مستهلك، فأتمنى أنه يكون عنوان مبدئي وليس العنوان النهائي. بقولك أنه Apocalypse هاي رح يكون ضمن سياق الكلمة الرقم 9 بالروماني IX زي ما أنتم شايفين بالصورة. الإشاعة الثانية بتقول أنه كريس ريدفيلد سوف يكون بطل Resident Evil 9، ولكن عنوان Resident Evil 9 سيكون الأخير لكريس كبطل. طبعا هذا مش معناته أنه رح يموت، لأنه على القليل رح يضل عايش كمان 16 سنة تقريبا لقدام، بما أنه اعتنى بروز وينترز. شكله المقصود أنه إذا ظهر كريس في أجزاء تانية بعد التاسع سوف يكون ظهوره زي ما ظهر مع إيثن في السابع والثامن، إنه زي ضيف. بصراحة هذا إشي محزن بالنسبة لإلي، لأنه أنا كريس وجيل هما أبطال السلسلة، هما اللي تعرفت عليهم أول إشي بالسلسلة، ومش عارف إذا هذا واقع لازم أتقبله ولا لا. شكله لا. شكله مش راح أتقبل هذا الواقع، وأتمنى هذه بالذات تكون إشاعة. يحطوا أبطال جدد بس برضو يخلوا أبطالنا المخضرمين إلهم أجزاء أساسية لإلهم، مش عارف. هذا الموضوع محيرني، والإشاعة هاي عن جد بتمنى إنها ما تكون صح. لا لكريس ولا لجيل ولا لكلير ولا لليون، هدول لازم يكون إلهم أجزاء خاصة فيهم على طول في السلسلة. مش عارف شو رأيكم في الموضوع، أنا مش كتير متقبل. الإشاعة الثالثة بتقول إنه Resident Evil 9 رح تكون سينجل بلاير، ما فيها كوب، ما فيها أي أونلاين فيتشرز، وهذا نوعا ما إشي متوقع. وبالنسبة للإشاعة الرابعة فهي تتعلق بجيل فالنتاين، بقولك إنه جيل رح تكون موجودة، ولكن شبه حضورها بحضور أيدا في Resident Evil 4. هلأ أنا نوعا ما تقبلت وما تقبلت. هلأ اتقبلت على أمل إنه نشوف إضافة Separate Ways لأيدا، وتكون إضافة محترمة لا تقل أهمية عن اللعبة الأصلية. هلأ بما إنه هذا الفيديو أنا عم بعمله قبل الإضافة وقبل كل شيء، فعشان هيك أنا متوه كلجنا. فمش عارف هلأ إذا جيل فالنتاين كانت في 9 وشفنا لها مشاهد مع كريس، وبعدين في إضافة خاصة فيها بعد اللعبة، مش عارف هون أنا متوه تايه مش عارف. أتمنى تكون إضافة Separate Ways تقيلة ومرتبة، لأنه حاسس على أساسها ممكن نتخيل إضافة جيل فالنتاين في 9 إذا صدقت الإشاعة. طبعا إذا صدقت الإشاعة. شو رأيكم؟ الإشاعة الخامسة تتعلق بقصة اللعبة. أعتقد أغلبنا عارف وين متجه القصة. شفنا في نهاية الجزء الثامن كيف كريس عصب لما شاف الوحوش البيولوجية اللي أرسلتها البي اس اي اي للقرية، وكيف قرر إنه يتوجه للمقر الرئيسي للبي اس اي اي ويشوف شو عم بيهببه. فواضح إنه هذا هو البلوت أو المحور الرئيسي للجزء التاسع، وأعتقد لحد الآن هذه الإشاعة هي الأقرب إلى الحقيقة. الإشاعة السادسة جاية نقيض لإشاعة قديمة. بتقول لك الإشاعة السادسة إنه اللعبة إلها قيد التطوير تقريبا شي 2، ولكن في إشاعة قديمة نزلت قبل شي 9-10 شهور بتقول الإشاعة القديمة إنه اللعبة
إلها قيد التطوير تقريبا شي 6-7 سنين. أتمنى الإشاعة القديمة هي اللي تكون صادقة، لأنه إذا كان إلها فترة طويلة قيد التطوير معناته كابكوم عم بتمخمخ، أما إذا إلها سنتين بس معناته كابكوم رح تمخمخ، ومعناته إنه اللعبة تقريبا يعني رح تطول لتنزل، مش قبل 2025-2026 أعتقد. أما إذا كان إلها 6-7 سنين ف 2024 ممكن يكون هو تاريخ الإصدار الأقرب. شو رأيكم أنتو؟ الإشاعة السابعة بتقول إنه كلير ريدفيلد أخت كريس سوف يكون لها ظهور بسيط في الجزء التاسع. هلأ أعتقد المقصود بكلمة بسيط إنه رح تظهر بمشاهد مع كريس، كيف لما كريس ظهر بمشاهد مع إيثان في الجزء الثامن، أعتقد هيك المقصود. ولكن أتمنى يبنوا أكتر على هذا الموضوع ويعملولها على القليلة إضافة بسيطة نشوف اللعبة من وجهة نظرها، لأنه كلير شخصية محبوبة، كيف ما شبهوا حضور جيل بحضور أيدا في Resident Evil 4، وعلى الأغلب بناء على هذا الموضوع رح يعملولها إضافة تقيلة، ممكن يعملوا إضافة خفيفة لكلير. شو رأيكم أنتو؟ الإشاعة الثامنة بتقول إنه ليون إس كينيدي وأيدا وونغ وريبيكا تشامبرز وبيري بيرتن مش رح يكونوا موجودين في الجزء التاسع. أعتقد أنه هذا إشي متوقع نوعا ما. نعم أعتقد أنه هذا إشي متوقع. هلأ بالنسبة لريبيكا، أنا لحد الآن متأمل أسمع إشي يخص ريفيليشنز 3، وأيضا متأمل أنه يكون بيري بيرتن موجود فيه. سلسلة ريفيليشنز سلسلة جميلة ناجحة، لحد الآن كل أمل أسمع عن الجزء الثالث ونشوف شو صار مع أليكس ويسكر وناتاليا كوردا، شو صار فيهم، لأنه عن جد قصتهم حلوة. إن شاء الله قريبا نسمع إشي يخص ريبيكا وبيري وريفيليشنز 3. الإشاعة العاشرة تتعلق بوحوش الجزء التاسع، بقول لك إنه الوحي وراء وحوش الجزء التاسع هم الوينديغوز. أنا حكيت عن الوينديغوز بفيديو سابق، بحط لكم الرابط في صندوق الوصف، ولكن حاليا حابب أركز على أصل الوينديغوز، يعني من وين إجوا. هلأ حسب الأسطورة فأصلهم يعود إلى الولايات المتحدة وكندا، فأعتقد أنه إذا صدقت هذه الإشاعة أحداث الجزء التاسع سوف تكون في الولايات المتحدة على الأغلب مش كندا. طبعا أنا بحكي هيك بناء على الوحي وراء وحوش الجزء الثامن، زي ما شفنا ليدي ديمتريسك بتذكرنا بمصاصي الدماء، ومصاصي الدماء أصلهم روماني حسب الأساطير، وأيضا اللايكنز اللي شفناهم في الجزء الثامن الوحي وراهم كان الويرولفز، وأصلهم يعود إلى أيضا رومانيا. فأنا على هذا الأساس وصلت لهذا الاستنتاج. نيجي للإشاعة رقم 11، بتقولك الإشاعة إنه الزومبيز سوف يكون لهم ظهور جزئي في الجزء التاسع. أعتقد هون إنه BSAA شكلها جابت الأصل وطورته وهببته، عندي إحساس إنه أصل تجارب BSAA هم الزومبيز، أي التي فيروس. هلأ هذا إشي خطر عبالي هلأ خلال التسجيل. هلأ كيف ممكن نتعمق في هذا الموضوع؟ الله أعلم، رح أترك مخي يشطح وإذا وصلت لإشي بشارككم إياه. بس الإشاعة هاي جميلة، حابب أشطح فيها هي وغيرها، وإذا خطر في بالي إشي بشارككم إياه على طول. الإشاعة رقم 12 بتقول إن الجزء التاسع سوف يكون فيه قصر يشبه قصر أوزويل سبنسر على رامون سالازار على ليدي ديمتريسك، يعني قصر مبهرج مليء بالديكورات الغريبة حقت كابكوم، وأنا بنبسط لما أسمع إشي مثل هيك، لأنه القصور بشكل عام هي من أكثر الأماكن اللي بحبها في Resident Evil، فإن شاء الله تصدق وإن شاء الله كابكوم تبدع. وآخر إشاعة معنا بتقول إنه الكشف عن Resident Evil 9 سوف يكون بشهر 10 أو 11.
هلأ إذا كان عن جد الكشف بشهر 10 أو 11 فهذا معناته أن اللعبة إلها زمان قيد التطوير، مش بس سنتين، أكتر من سنتين، ممكن مش 6 أو 7، ممكن 4 أو 5، بس مش سنتين إذا الكشف بشهر 10 أو 11، والله أعلم. ونحن ننتظر ونتبع الأخبار والأشاعات. حاس حالك اللجت بس it's okay لأن احنا وصلنا لآخر الفيديو. يس، أتمنى أنه الجزء التاسع يكون حلو، وأتمنى أنه يكون في Revelations 3، وأتمنى أنه كل الشخصيات تأخذ حقها، وأتمنى أنه نستمتع وتضل السلسلة بصعود إن شاء الله. يس أصحابي، احنا وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ولا تنسوا تشتركوا في قناتي الثانية اللي بختم عليها اللي هي جيكس ستريم، موجود رابطها في صندوق الوصف تحت. أنا بتشكركم كتير للمتابعة يا أحلى جيكس، وقريبا برجع لكم بفيديو جديد بأمان الله.